السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل سوا مع بعض الميني بيتزا. الميني بيتزا بحشوات مختلفة بعجينة هشة جدا، قطنية ولذيذة، وطعمها فوق كل ده وده في منتهى الجمال. مكوناتنا بسيطة جدا، عندي بالكوب المعياري 4 كوبايات دقيق، بالكوب اللي هو أكبر من ده شوية أو نص كيلو. عندي كوباية إلا ربع لبن، عندي كوباية زبادي، ربع كوباية زيت زيتون، معلقة كبيرة خميرة فورية، معلقة كبيرة سكر، معلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة خل. هي دي بس كده كل المكونات. أول حاجة بالنسبة للدقيق هنحط عليه رشة الملح، وهنحط عليه ربع كوباية زيت الزيتون، وهحط عليه معلقة الخل، معلقة صغيرة، وهاجي اللبن كمان هحط هنا على الدقيق الزبادي. هعجن المكونات دي كلها كده كويس جدا جدا مع بعض. طبعا عجينة الميني بيتزا بتختلف شوية غير عجينة البيتزا. عجينة البيتزا هي عبارة عن دقيق وملح وزيت زيتون فقط. الميني بيتزا بيبقى ليها طعم شوية لانها بتبقى عجينة تخينة شوية. هاجي كوباية اللبن او كوباية لربع اللبن، هحط عليها معلقة السكر، هحط عليها الخميرة الفورية، وهقلبها وهسيبها كده شويه لحد ما حجم كده المكونات الاول كده مع بعض، بحيث اخلي دي يتشبع بزيت الزيتون وبالزبادي وبرشه الملح اللي حطيتها كله كده مع بعض. شايفين كده الدقيق تشرب كل ربع كوباية الزيت اللي انا حطيتها، وريحته طالعة طبعا، فيها زيت زيتون ريحته حلوة جدا مع الزبادي مع الخل. وهنا الخميرة اتأكدت ان هي ناجحة، اتفعلت خلاص مع اللبن، انا بتأكد بس من نجاحها. هنزل بيها كده وهقلب، ونحتاج التاني هزود شوية لبن كمان على حسب. بعد ما عملتها بالمعلقه نزلتها هنا على البورد وعجنتها شويه كده بايدي، وهسيبها بقى تخمر وترتاح. ويلا بقى نجهز الصوص بتاعها ونشوف الحشوات ونحضر الحاجه ونيجي نكمل مع بعض بقيه الفيديو بتاعنا. عندي كده العجينه زي ما احنا شايفينها خمرت معايا وارتفعت، قعدت حوالي ساعه ونص كده بالظبط. شايفين العجينه عامله ازاي؟ دلوقتي هنركنها دلوقتي على جنب عشان نشوفها سوا هنقطعها ازاي. هناخد المكونات الاول اللي هنحطها فوق الميني بيتزا. عندي الاول صوص الطماطم. صوص الطماطم اللي احنا عملناه سوا مع بعض زي ما انتم شايفين قبل كده في فيديو تاني. كل اللي انا هعمله هاخد معلقة زعتر هحطها على الصوص، طبعا الزعتر معروف هو والبيتزا يعني ما لازم يكونوا مع بعض. معلقه اللي هو الريحان المجفف او الريحان الفريش لو عندك، وهاخد عليهم معلقه زيت زيتون، ورشه فلفل اسمر، ورشه ملح. طبعا الصوص ده زي ما قلنا هو جاهز، مش طماطم نيه ولا اي حاجه، وهحط عليه معلقة ملح، مش هكتر في الملح لان العجينة فيها الملح بتاعها. وهاخد كده الصوص ده هقلبه كويس وهركنه على جنب، يبقى هو ده اللي احنا هندهن بيه البيتزا او الميني بيتزا بتاعتنا. هنيجي بقى حاجة تانية، ايه هي المكونات اللي هنحطها؟ اي حاجة عندك ولادك بيفضلوها تقدري تحطيها فوق البيتزا. انا عندي جبنة موتزاريلا، عندي زيتون اسود، عندي زيتون اخضر، عندي تونة مصفياها طبعا من الزيت، عندي سوسيس فراخ، عندي الانشوجة.
احط، هعمل خلطة كده من دولت لكل واحدة، هعملها بشكل. عندك خضار، عندك في ناس بيحبوها باللحوم يعملوها، بس هنا ما بنحطش عليها لحمة مفرومة، مفيش الكلام دوت. بيحط ممكن اللحوم المجففة عليها. جبت هنا كده اول صاج بتاع الفرن او صينية فرن، احط فيه رش زيت زيتون او احط ورقة زبدة اللي مش عايز طبعا يعمل الخطوة دي. وده كده اول واحد جاهز معايا اللي انا هدهن هنزل فيه على طول العجينة بتاعتي. هاخد كده العجينة، انا حتى هنزلها على البورد عشان تبقوا شايفينها احسن. هاخد كده العجينة، شايفين خمرة وناعمة وفي منتهى الجمال ازاي، واحاول اخد منها كده كور تكون كلها نفس المقاس، هكتفي مثلا بالحجم ده كده، وهاخدها كده اهو بنفس الشكل واحطها في الصينية كده، مش هعمل فيها حاجة تانية زي ما احنا شايفين كده. هاخد برضو كده تاني، هاخد كده كورة كده واقطعها بايديا كده بالشكل كده بالنظر، يعني احس ان دي تبقى قد دي، واحاول كده احطها بعيدة عنها شوية. هاخد برضو واحدة تانية. العجينة في منتهى الجمال معايا وطرية جدا. هاخد كده دي متقطع لوحدها واحطها كده اهو بالشكل. كده كرات البيتزا الميني بيتزا خلصت معايا زي ما احنا شايفين، ارتاحت طبعا وخمرت وهي في الوضع ده شويه كده حوالي 10 دقايق. كل اللي انا هعمله هجيب كده اي بوله صغيره او اي طبق صغير من اللي هو بتاع الشوربه، اي حاجه عندك كده في الحجم دوت، كوبايه مثلا تكون القاعده عندها تكون كبيره كده، وهبتدي هعمل كده. شايفين انا بعمل ايه؟ ده كده بيسهل عليكي اللي انت تقعدي تبططي فيها وتعملي فيها، وفي نفس الوقت تعملي مساحة جوه علشان لما تنزلي الخضار بتاعك او تنزلي اللحوم وتنزلي الصوص يبقى حلو معاها. شايفين اعمل كده واطلع على حسب بقى ما انت عايزة، انا عايزاها مثلا في الحجم ده كده معايا حلو قوي. اوكي هعمل برضو الكمية كلها بالشكل ده، هاجي كده في النص هنزل تحسوا ان هي بتلزق شويه، ممكن تدهنوا القاعده شويه زيت زيتون. حسيت ان العجينة هتطلع تخينة معايا لما استعملت البولة الصغيرة دي، فغيرتها جبت الطبق دوت اعطاني مساحة اكبر للعجينة، لان حسيت ان هي هتطلع تخينة لو عملتها باللي هي بالصغيرة دي وبس. عملتها كده شايفين، اعملها كده وارجع اشيلها، اعملها كده وارجع واشيلها بالشكل ده. كده زي ما احنا شايفين، وبرده هنرجع نخرمها تاني كده من النص. وهنيجي اول حاجة هنحطها صوص الطماطم، انا هقرب كده عشان اعمل لكم واحدة واحدة عشان تشوفوها كويس. هجيب كده صوص الطماطم، هحط معلقة في كل واحدة. الصوص طبعا ريحته مش عايزه اقول لكم فظيعه قد ايه. احط برضو على الحروف كده علشان تبقى لونها حلو معايا. وهبتدي بقى هنزل بالخضار اللي انا عايزاه، بس هنزل بشويه موتزاريلا عليها علشان ده هيكون الحاجة اللي هتخلي الخضار يلزق في العجين.
يعني بعمل لها كده زي طبقة صمغ من تحت. بعد كده احط بقى اللي انا عايزاه، هعمل مثلا دي بالتونة والزيتون، بس هعمل مثلا اتنين بالزيتون كده مع التونة. حطي بقى الكمية اللي انتي عايزاها، عايزاها حامية. هنحط مثلا واحدتين فلفل اخضر بالشكل ده كده في كل واحدة، وادي كده اللي هي بالتونو. هغطيها بقى بالموتزاريلا من فوقيها كده، احاول بس ما انزلش الموتزاريلا في الصينية علشان ما تحرقش الصينية. طبعا الحامل دوت زي ما انتم شايفينه كده، ده بياخد 5 صواني مع بعض في الفرن، 1 2 3 4 5، يعني عند زي تخبيز 2 مع بعض، 3 مع بعض، 5 مع بعض، بيوفر عليكي وقت. هحطهم كده اهوت واحده ورا الثانيه، وبدخلها هي بتمسك لوحدها، وبدخله كده بحاله كله على الفرن. انا طبعا عامله 3 صواني، هحطهم بالشكل ده. يعني انا سايبه مسافه، عايزه احط هنا واحده كمان، عايزه احط تحت كده، باخدها كده هي ماسكه على الصواني، طبعا ما قلقاش ان هي تقع ولا حاجه، وهدخل بيها على الفرن على طول. هدخل انا دلوقتي، انا مولعه الفرن على درجه حراره 200 على اعلى حاجه، طبعا في 220 بس هو 200 حلو قوي. هدخلها اول ما هلاقيها احمرت من تحت والجبنه ساحت، وهتستوي فورا. البيتزا ما بتاخدش وقت في النار، لان لو سبتها مش هتبقى طريه وهشه، هتنشف معايا وهتبقى مش حلوه. هدخلها واول ما تخرج من الفرن هنشوفها سوا مع بعض ازاي. وزي ما شايفين خلصت معايا الميني بيتزا بطريقة سهلة جدا وطرية جدا وهشة ولذيذة وهتعجبكم. طبعا مش عارفة اقطعها علشان سخنة، بس شايفين خفيفة قد ايه، والحشوة واصلة لحد جوه، سخنة جدا على ايدي، ولونها في منتهى الجمال، وشايفين الطريان بتاع العجينة، يعني مفيش بعد كده، طريه جدا، عامله زي القطن بالظبط. اتمنى يا رب انها تعجبكم وانكم تجربوها، وان عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك وفي الشير وفي السبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.